السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا ثالث؟ اليوم يمس إن شاء الله بمادة رياضيات، وصلنا عند الدرس الخامس وهو القسمة على 2 و4 و8. بداية اللي هو القسمة على 2. أول إشي شو رأيكم أنا وياكم نراجع جدول الاثنين، تمام؟ يلا يا ثالث، 1 ضرب 2، 1 ضرب 2، 2، 2 ضرب 2، 4، 3 ضرب 2، 3 ضرب 2، 6، أيوة 4 ضرب 2، يلا كم 4 ضرب 2؟ 8، 5 ضرب 2، 5 ضرب 2، 10، و6 ضرب 2، 6 ضرب 2، 12، و7 ضرب 2، 7 ضرب 2، 14، و8 ضرب 2، 8 ضرب 2، 16، و9 ضرب 2، 18، و10 ضرب 2، كم؟ أحسنتم، 20. إذن دائما لازم نضل إيش يا راب يا ثالث؟ الراجع جداول الضرب، الراجع جداول الضرب، تمام؟ طيب هلا عندي يا كيف زي ما حكينا القسمة عندنا هي التوسيع بإيش؟ صح هيك تعلمنا؟ التوسيع بماذا؟ بالتساوي. التوسيع بإيش؟ بالتساوي، واللي هي عبارة عن جمع طرح متكرر، هي عبارة عن طرح متكرر، تمام؟ طيب أنا هون بدي خليني أحكي لكم قبل مثال موجود في الكتاب، طلعوا لي لهون، شو رأيكم أنا وياكم نعد الموجودات هون، ماشي؟ يلا خلينا نعدهم، 1 أنا وياكم عدوا معي، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، يوجد عندي 12 كرة، هيك تمام؟ 12 كرة، ال 12 كرة أنا بدي أقسمهم على 2، بدي أوزعهم، بدي أعطي أحمد، هاي أحمد ومحمد، عندي أحمد ومحمد وأنا بدي أوزع الكرات عليهم، هاي أحمد وهاي عندي محمد، بدي أوزع الكرات عليهم، تمام؟ يلا بدي أوزع، هاي بدي أشوف كل واحد كم بده يطلع له، هاي لأحمد وهاي لمحمد، هاي لأحمد وهاي لمحمد، هاي لأحمد وهاي لمحمد، هاي لأحمد وهاي لمحمد، وهاي لأحمد وهاي لمحمد، وهاي لأحمد وهاي لمحمد، تمام؟ طيب خلينا نشوف أحمد كم طلع له، كم من كرة؟ خلينا نعد، 1، 2، 3، 4، 5، 6. طيب خلينا نشوف محمد كم من كرة طلع له؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، معناته 12 تقسيم 2 كم تساوي؟ 6، 12 تقسيم 2 كم تساوي؟ 6، تمام؟ إذن القسمة بنرجع نحكي هي توزيع بالتساوي، هي توزيع بماذا؟ بالتساوي، تمام؟ طيب خلينا نشوف هون المثال الموجود عندي في الكتاب، وزعت أمل 14 حلوة، خلينا نشوف نعدهم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، بدها توزعهن على شخصين بالتساوي، كل واحد كم أخذ حتى نعرف
اللي هي نقسم الأربعتاعش بدي أقسمها على اثنان، كم تساوي؟ شو العدد اللي ضربناه بالاثنين أعطاني ناتج 14 اللي هي 7. 7 نصف ال 14 اللي هي كم؟ 7. تمام؟ إذا 14 تقسيم 2 هيها 7، وتقرأ 14 تقسيم 2 يساوي 7. معناته أمل أعطت كل شخص كم؟ كم؟ 7 حبات حلوى. أعطت كل شخص 7 حبات حلوى. إذا ما العدد الذي إذا ضربته باثنان كان حاصل الضرب 14؟ يعني حاصل الضرب 14 اللي هي 7، وعند قسمة عدد على عدد اثنين يعني المقسوم نقسم على عدد اثنين المقسوم عليه بيكون اثنين، يجب أن تكون أحاده يا إما 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 0 أحاده. طيب هون عندي اشترت هبة 4 أقلام رصاص، هيهم 4 أقلام رصاص، تمام؟ ودفعت ثمن الأربع أقلام 20 قرش، بدي أعرف معناته كم طلع القلم الواحد، ماشي؟ العشرين قرش بدي أقسمهن على الأربعة ويساوي، هلأ إيش العدد اللي ضربته بالأربعة؟ ده يا ثالث ليش بحكيكم لازم نحفظ جداول الضرب؟ في هذه الحالة تعمل اللي هي عملية الضرب عندي اللي يساوي هيك صغيرة، وبحكي إيش العدد اللي ضربته بالأربعة أعطاني ناتج 20؟ إيش هو؟ أيوة 5، لأنه 5 ضرب 4 كم تساوي؟ 20. ما العدد الذي إذا ضربته بأربعة هي وكان حاصل الضرب 20 اللي هو 5؟ تمام؟ إذا فراغ ضرب 4 اللي هي 5 ضرب 4 تساوي 20، 20 تقسيم 4 كم تساوي؟ 5. إذا ثمن القلم الواحد اللي هو كم؟ 5 قروش. ثمن القلم الواحد يساوي 5 قروش، تمام؟ طيب خلينا نحل المسائل الموجودة عندي هون. 24 تقسيم 4 يساوي، طيب 24 شو بعمل؟ زي ما حكيت لكم بعمل إشارة ضرب هيك صغيرة هون، بحكي إيش العدد اللي أنا ضربته بالأربعة، إيش هو؟ ها العدد اللي ضربته بالأربعة هي علامة استفهام، أعطاني ناتج 24، إيش هو؟ إيش هو يا ثالث؟ 6. 6 إذا 24 تقسيم 4 إلى أن 4 ضرب 6 يساوي 24. طيب 36 تقسيم 4 نفس الإشي، بعمل هيك إشارة بحكي إيش العدد اللي أنا ضربته بالأربعة أعطاني ناتج 36، إيش هو العدد اللي أنا ضربته بالأربعة أعطاني 36؟ يلا تذكر 9، ممتاز، لأنه 9 ضرب 4 ويساوي 36. 12 تقسيم 4 تساوي 12 تقسيم 4، شو هو العدد اللي ضربته بالأربعة أعطاني 12؟ هيك بعمل إشارة ضرب، إيش العدد اللي ضربته بالأربعة أعطاني ناتج 12؟ 3. طيب لأن 4 ضرب 3 ويساوي 12. 16 تقسيم 4 هيك تحت إشارة اليساوي نفس ليش بنعمل هيك إشارة ضرب صغيرة، بحكي إيش العدد اللي ضربته بالأربعة أعطاني ناتج 16؟ 4. شايفين ليش مهم جدا جدا حفظ الجداول؟ شايفين يا ثالث؟ طيب 32 تقسيم 4، إيش العدد اللي ضربته بالأربعة أعطاني ناتج 32؟ 8. 28 تقسيم 4، 28 تقسيم 4 يساوي كم؟ 7، لأن 4 ضرب 7 يساوي 28، تمام؟ هلا شو الواجب اللي عندكم يا ثالث؟ المسائل هاي شو بنعمل؟ كتابة المسائل، يعني بنكتب المسائل الموجودة عندي هون محلها
باستخدام القسمة الطويلة، باستخدام القسمة الطويلة، تمام؟ هذا واجب وبدنا نحله على الدفتر، ويعطيكم العافية.